حال الاقتصاد البريطاني ليس بالمطمئن، فقد قال مارفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني إن الركود الاقتصادي أعمق وأخطر مما توقعه الخبراء، وإن التعافي منه سيكون بطيئا وسيستغرق وقتا طويلا. ورغم المؤشرات الإيجابية في أغلب القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذه المؤشرات ما زالت منخفضة وربما ضعيفة مقارنة بما كانت عليه في السابق. تقرير مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية هوغ بيم. تماما كهذه السيارات المهشمة، عانى الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي من صدمات عدة. شركات التصليح كادت أن تفلس أمام عجز الكثيرين عن إعادة سياراتهم إلى ما كانت عليه. كان الوضع صعبا جدا جدا في الأشهر الستة الأولى من العام، كنا نحاول بصعوبة إبقاء موظفين على أهبة الاستعداد، أما خلال الشهرين الماضيين فقد تحسنت الأمور كثيرا. سعى بنك إنجلترا لتزويد السوق بمزيد من الأوراق النقدية لمساعدته على الحركة، لكن الواقع يقول إن ماكينة السوق لن تستطيع العمل على نحو طبيعي لفترة من الوقت. المؤشرات مشجعة، ينبغي أن نرى ذلك بعين الاعتبار، ومن المهم ألا ننسى إلا أنه من المتوقع استمرار النمو على مستوى الاقتصاد الكلي في فائض القدرات الإنتاجية غير المستغلة. يعتقد بنك إنجلترا أنه قام بعمل كل ما يمكن عمله لإصلاح الخلل في الاقتصاد، ويرى الاقتصاديون البريطانيون أن جميع القطاعات الاقتصادية تعيش ضغوطا حقيقية، ورغم ذلك يرون أن التعافي ممكن، لكن الاقتصاد بحاجة لتدابير إضافية.